السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال جميل جدا، بيقول أنا طالب في تالتة عمارة عين شمس، وكنت حابب أتعلم كل ما يخص الريفت والبن عشان أعمل بيه مشروع التخرج بتاعي، وكمان أضيفه للسي في بتاعي. بس عندي سؤالين. أولا، الريفت له كذا كورس، ريفت معماري ودينامو وبيم مانجمنت، هل أنا محتاج ده كله ولا حصة التخرج، ولا ده لسه بدري ومش هيأثر قدام في أي شركة أقدم فيها؟ يعني كفاية إن أنا أتعلم ريفت معماري وأعرف أستخدم البرنامج نفسه في التنفيذ والنمذجة ولا إيه؟ طيب تمام. بص، عشان نتعلم اي حاجه لازم نمشي خطوات، مفيش حد بينط السلم مره واحده، مفيش حد يقول لا ده انا من اول يوم لازم اكون بروفيشنال واقارن نفسي بواحد مثلا شغال بقى له 10 سنين 20 سنه في المجال واقول له كل اللي عارفه ده لازم اتعلمه كله في مره واحده. لا، ممكن اخد بالي ان انا هاخدها على مراحل. تمام. يعني على سبيل المثال، انا في واحد شايفه مثلا عندي قدوه وهو ده نفسي اوصل له في يوم من الايام، فهدخل وابص على السي في بتاعه لانه يعرف 1 2 3 4 5. خلاص، انا هدخل النهارده وابدا اتعلمهم كلهم. هتعدي سنين من عمرك وهتلاقي نفسك ما اتطورتش، ما تميزتش في حاجه. لا، صح ان انا اركز على خطوه خطوه، اول ما اتقن واحده فيهم وابقى كويس فيها واشتغل بيها، زي ما الامام علي بن ابي طالب بيقول: كما كل امرئ ما يحسن، مش ما يعرف او ما يعمل، ما يحسن. يعني حاجه اتعلمتها واشتغلتها بايديك وخلاص اتقنتها وبدات تشتغل فيها في جزء اللاواعي من عقلك، يعني وانت مثلا بتتكلم خلاص ايدك ماشيه وشغاله، خلاص بتنقل على اللي بعده. تمام. يعني على سبيل المثال، انا دلوقتي لازم اركز مثلا على الجزء اللي هو بتاع الريفت. لو انا سبت الريفت ودخلت في الداينامو مش هفهم حاجه، مش هفهم انا بعمل ايه، يعني مش عارف ايه اللي البرنامج ما بيعرفش يعمله عشان اعمله في البرمجه. البرمجه بعمل حاجه ما يكونش البرنامج نفسه بيعملها. تمام. فلو انا دخلت فيها مش هعرف. لو انا دخلت في المانجمنت انا بديل ايه اذا كنت انا مش عارف اصلا الاساسيات؟ ما ينفعش اجيب واحد مش شغال خالص واقول له خش دير وهو ما يعرفش ايه التفاصيل بتاعت المشروع والموقع، وينزل انا بالبرشوت كده كانك جايب واحد وزير التعليم وهو خلفيته مش تعليميه، في حاجه يعني ما تنفعش خالص. فهي الفكره كلها انا ببدا ارتب الاولويات. بعد 10 سنين هوصل للدكتور وصل له، والدكتور ده ما وصلش في يوم وليله، هو وصل برضه في 10 15 سنه. فانا ببدا اعرف الخطوات اللي انا همشي. مثلا على سبيل المثال، واحد عارف 20 لغه، انا عايز ابقى زيه، اروح داخل في 20 لغه مره واحده ولا اخلص الانجليزي وبعد كده اخش فرنساوي وبعد كده اخش تركي وابقى محدد هل هو ده اللي انا عايزه ولا لا؟ ما بقاش مثلا بقلد واحد لمجرد ان انا شفت الناس كلها بتسقف له. هل انا عايز ابقى كده ولا لا؟ هل انا حاسس ان ده هيفيدني في حياتي ولا لا؟ هبقى مبسوط وانا بعمل حاجه زي دي ولا لا؟ هو انا نصيحتي اركز على الحاجه الكويس الريفت وبقوه فيه، وبعد كده اتنقل للحاجه اللي بعد كده مثلا الداينامو، وبعد كده اتنقل ان انا اتعلم بقى اداره المشروع والحاجات دي كلها، اتعلم مثلا الكوردينيشن، وبعد كده المانجمنت. الكوردينيشن ببدا اشوف حل الكليشيهات والتنسيق بين الاقسام، المانجمنت ده ابدا ادخل بقى في الاكواد والحاجات دي كلها، وهتفيدني كل الحاجات اللي انا مريت فيها. فانا ماشي خطوه 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 خطوه، ما ينفعش ننط السلم. مشكلتنا ان احنا عايزين ننط السلم، مش قادرين نشيل معزه، بنشيل ثلاث اربع معيز على اساس ان اقول لك ايه هنوزن الكفه وكده. لا، يعني بالرفق كده وواحده واحده ان شاء الله توصل للي انت عايزه.